زلق خطير. الإعراض عن معارف أهل البيت والبحث عن معارف الآخرين، والأخطر من هذا الاعتقاد بمعارف الآخرين وإنكار معارف أهل البيت، والأخطر من هذا تأويل معارف أهل البيت لتأييد نظريات الآخرين. هذا منزلق خطير، سقط فيه ناس كثيرون. إحنا يجب علينا أن نعيد النظر في وضعنا، في فكرنا. يجب أن نعود إلى معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لكميل كلمة كلش لطيفة: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. إذا أردت أن تكون منهم فلا تأخذ إلا عنهم.